3 2 1. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نكمل الحوار اللي احنا تحدثنا فيه، كنا تحدثنا في الحصة السابقة على التكاثر في النبات وكذلك التكاثر في مستويات التكاثر، سواء التكاثر الجنسي أو اللاجنسي أو تعاقب الأجيال. ننتقل بعد ذلك إلى التكاثر في الإنسان. قبل ما نتكلم على تكاثر الإنسان، كان في بعض الطلبة سألتني: يا مستر احنا ممكن ان احنا نسأل حضرتك؟ طبعا انا معاكم لغاية ما تدخل لجنة الاختبار. طب ازاي هتتواصل معنا؟ لينا جروب ان شاء الله على الفيسبوك، او على الفيسبوك الجروب هو باسم مستر مقار محمد حسن، اللي هو كبير معلمي الاحياء والجيولوجيا بمحافظة الفيوم. نبدأ دلوقتي اسئلتنا. اول سؤال عندنا من اسئلة تخير: مدة الحمل في الفئران بتبقى كام يوم؟ طبعا في كتاب المدرسة كان مكتوب 12 وتعدل هذا الرقم الى 21، فمدة الحمل في الفئران 21 يوم. يا شباب احنا بنأكد على النقطة دي، لان في بعض الكتب او بعض الافراد ما وصلهمش التعديل ده. السؤال الثاني: يحدث الانقسام الميوزي الثاني اثناء تكوين الحيوانات المنوية فين؟ الثاني طبعا ده بيلخبط الطالب شوية لما بيسأل على الميوزي الثاني بيحدث فين للبويضة. طبعا ده بيحدث لحظة في البويضة، مش السؤال ده، في البويضة بيحدث لحظة دخول الحيوان المنوي، وده بيتم فين؟ في قناة فالوب او في الثلث الاول من قناة فالوب. خلينا في اللي بين ايدينا، ده بيحدث في الخصية، لان الحيوان المنوي بيطلع من الخصية على هيئة حيوان منوي، يعني مر بمرحلة التضاعف ومرحلة النضج ومرحلة كل المراحل حتى التشكل النهائي، يبقى يطلع حيوان منوي كامل من الخصية. يبقى الإجابة هنا هتبقى الخصية. السؤال رقم 3 بعد كده: في الإنسان يحدث الانقسام الميوزي الثاني عند تكوين البويضة، وده اللي احنا كنا بنقوله، في أنثى الإنسان يحدث الانقسام الميوزي الثاني عند تكوين البويضة فين؟ طبعا لحظة دخول الحيوان المنوي، وده ما بيحدثش داخل المبيض، لان البويضة اللي بتطرد من المبيض ما هياش بويضة، وانما هي بويضة ثانوية. امال عشان تتحول لبويضة بيحدث لها انقسام ميوزي ثاني، وده بيحدث في الثلث الاول من قناة فالو. يبقى الاجابة هنا عندنا قناة فالو. السؤال رقم 4: يحتوي المبيضين في امرأة على 30 بويضة، فعدد الاشهر التي يحتاجها المبيض الواحد لافراز بويضاته كام؟ عشان المبيض الواحد يبقى كل مبيض هيكون 15، يبقى اذا 15 شهر غلط طبعا، لان المبايض بتشتغل بالتبادل. يعني لو المبيض الاولاني عطى بويضه في شهر 1، المبيض الثاني هيشتغل في شهر 2، ده في شهر 3، ده في شهر 4، ده وبالتبادل. يبقى عشان المبيض يطلع بويضه بيطلع بويضه كل شهرين. طيب ال 30 بويضه يطلعوا بقى من المبيضين في خلال 30 شهر برضه بالتبادل، على اساس ان كل مبيض بيشتغل بالتبادل. السؤال رقم 5: تتكون بالانقسام الميتوزي ثم الانقسام الميوزي للخليه الجرثوميه الاميه في المناسب. طبعا الاجابه عندي باينه جدا، البويضات في الانسان ما هي الاول انقسام ميتوزي في مرحله التضاعف اللي هي قبل مرحله النمو، وبعد كده انقسام ميوزي في مرحله النضج. السؤال الثالث بعد كده رقم 6: يتكون الجهاز العظمي في الإنسان لازم في أي مرحلة؟ طبعا في تكوين الجنين لازم نخلي بالنا في المراحل، عند الجنين بيمر بثلاثة مراحل، كل مرحلة حوالي 3 شهور. في المرحلة الأولى بيبدأ يتكون القلب، ويبدأ يتكون الجهاز العصبي، يبدأ يتكون ما يكتملش، يعني بداية التكوين، ويتميز اليدين والعينين، ويبدأ تمييز الذكر عن الأنثى، لأن الجهاز التناسلي الذكري بيتكون في الأسبوع السادس، ويبدأ يتكون عند الخصيتين فبينمو العضو الذكري. أما في الأسبوع الـ 12 بيتكون العضو الأنثوي، هو عايز هنا الجهاز العظمي. الجهاز العظمي هنا بيتكون في المرحلة الثانية، وليس الجهاز العصبي ولا القلب. نروح بعد كده السؤال رقم 7، ده سؤال يعني ممكن أنا بعترض عليه في بعض الكتب الخارجية، لأن مكتوب بصيغة غلط. الصيغة الصحيحة هي اللي قصادي دلوقتي، إن عند زراعة نواة أحد خلايا أجنة أرنب، إيه؟ في مكان نواة بويضة أرنب غير مخصبة بيه، الجنين اللي هيطلع، وزرعنا الجنين بعد كده في رحم أم تالتة سي. يعني أنا جبت نواة إيه وزرعتها مكان بويضة لأرنب بي، ونميت البويضة طبعًا نواة البويضة وزرعت في مكانها نواة إيه. وبعد كده جبت البويضه المخصبه ب
النواة A وزرعتها في رحم أم C، الجنين اللي يطلع شبه الأم A. طب إيه الاعتراض على من مصر محمد؟ في الكتب الخارجية أو بعض الكتب كتبها عند زراعة نواة تحت خلايا جنة ضفدعة، وبعد كده A وضفدعة B وزرعناها في رحم ضفدعة C، الضفادع لا تلد وبالتالي ما عندهاش رحم، الضفادع تبيض وبالتالي ما فيش سي، ما يبقاش في سي اساسا، وبالتالي السؤال بالنسبه لو ضفدع يبقى سؤال خاطئ تماما. الاجابه هنا طبعا عشان احنا بنتكلم على ارانب، الارانب ثدييات وبتحتفظ بالجنين داخل الرحم لغايه ما يكتمل نموه، هتبقى الاجابه الف. السؤال التالي بعد كده رقم 8، من وظائف هرمون ال LH، ال LH وظيفته ايه؟ طبعا في طالب يقول لي نمو الجسم الاصفر، ال LH ملوش دعوه نهائي بنمو الجسم الاصفر، ال LH حفز حويصل الجراف على طرد البويضه وبعد كده بيتكون الجسم الاصفر، خلاص دور ال LH انتهى، دوره تماما انتهى، وبالتالي ملوش دور في النمو الجسم الاصفر، هو ان الجسم الاصفر بينمو ولو حصل اخصاب للبويضه يستمر في النمو حتى نهايه الشهر التالي، يعني في بدايه الرابع يبدا ان هو يضمحل او يتلاشى لان المشيمه بتكون اتكونت. طيب يبقى ملوش دعوه بالنمو الجسم الاصفر، امال ليه دعوه بايه؟ هل نمو حصلت جراف؟ ملوش دعوه بحصلت جراف. طب نمو الغدد الثدييه؟ لا يؤثر على الغدد الثدييه. امال ايه؟ الاجابه الصحيحه التبويض، ان يعني ايه معنى كلمه تبويض؟ ان حصلت جراف تبدا تطرد البويضه وتتحول الى ما يعرف بالجسم الاصفر. السؤال التالي بعد كده رقم 9، انغماس البويضه بعد عمليه الاخصاب بيحدث، طبعا الاخصاب بيحدث في الثلث الاول من قناه فالو، بتبدا ان البويضه تمر بعمليه التفلج، الزيجوت بقى ما تبقاش بويضه، تتفلج. يعني ايه تتفلج؟ يعني بعد 24 ساعه الزيجوت ده يتحول الى فلجتين خليتين، وبعد 24 ساعه كمان بيتحول الى اربع فلجات، ثم تتوالى الانقسامات عشان يتحول الى طول التوتيه، وبعد كده تنغمس في بطانه الرحم بعد اسبوع. طب اسبوع هنا يعني بعد اليوم 7 ايام بعد الاخصاب مباشرة. السؤال التالي بعد كده رقم 10، تبلغ مدة الحمل في الماشية حوالي، الحمل لازم نخلي ونفرق ما بين فترة الحمل ودورة الطمس. فترة الحمل على سبيل المثال في الانسان، دورة الطمس لدى الانسان بكل 28 يوم، لكن الحمل 270 يوم. طب هو هنا عايز الماشية، الماشية طبعا عشان يحدث لها حمل، انا عارف طبعا ان حوالي بالنسبه للمشيه اللي هي الابقار والجاموس 11 شهر تقريبا. السؤال رقم 11، يتحرر من المبيض الواحد بويضه كل قد ايه؟ لسه السؤال ده ليه صيغه ثانيه. المبيض عشان يدي بويضه بيدي بويضه كل شهرين، طب الشهر في دوره الطمس 28 يوم، يبقى شهرين في 28، 2 في 28 ب 56 يوم. السؤال رقم 12 بعد كده، كل مما ياتي من وظائف جهاز التناسلي الذكري عدا افراز الاف اس اتش، هو لا يفرز الاف اس اتش، يفرز سائل سكري، بيفرز هرمون التستوستيرون، يفرز سائل قلوي لمعادله حموضه البول، لكن اف اس اتش ده من افرازات الجزء الغدي للغده النخاميه. وننتقل بعد ذلك لاسئله المصطلح العلمي، نواه خليه جنين متقدم، ها تستطيع توجيه نمو البويضه مثل نواه اللقاح؟ ده عمليه التنويه او زراعه الانويه، انقباض عضلات الرحم بشكل متتابع لدفع الجنين، ده اسمه ايه؟ المخاض، هو ده المخاض، ده لفظ ما بين السطور تخلي بالك منه، موجود وعلينا في المنهج. بعد كده السؤال رقم 3، خلال خلايا داخل الخصيه في ذكر الانسان يعتقد انها تساعد الحيوانات المنويه في مقاومه الميكروبات، مقاومه الميكروبات مش علينا دي، لا انا عليا خلايا سيرتولي، الاجابه هنا هتبقى خلايا سيرتولي. مالها؟ بنقول ان هذه الخلايا بتفرز سائل مغذي، او هي بتفرز ماده تغذي الحيوانات المنويه، ويعتقد ان لها وظيفه مناعيه اللي هي مقاومه الميكروبات. 4، انفجار حويصله جراف وتحرر البويضه الا وهي عمليه التبويض اللي لسه ذكرناها بفعل هرمون ال LH. غده صماء توجد داخل الرحم عند المراه الحامل، تمام موجود، تختفي بنزول الجنين عند الولاده، اول ما الجنين يتولد بتختفي. ليه؟ هتنزل مع الجنين؟ اه فعلا هتنزل مع الجنين. طب دي موجوده فين؟ داخل الرحم، يبقى على طول المشيمه، هي هي المشيمه غده صماء طبعا، مش بتفرز هرمون البروجسترون وبعد كده بتفرز لنا هرمون الريلاكسين ساعه الولاده، فهي غده صماء. السؤال بعد كده رقم 6، غده من جزئين تقع اسفل البروستاتا وتساعدها في افراز سائل مغذي للحيوانات، يعني تساعد غده البروستاتا في افراز سائل مغذي للحيوانات، يبقى غدتي كوبر على طول الاجابه. السؤال رقم 7 بعد كده،
تركيب في الحيوان المنوي مان يلعب دورا هاما في انقسام البويضة المخصبة. ايه بقى التركيب ده اللي بيلعب دورا هاما في انقسام البويضة المخصبة؟ طبعا اللي هو التركيب اللي هو العنق الذي يحتوي على سنتريولان. يبقى الإجابة هنا العنق والذي يحتوي على سنتريولان. بعد كده ننتقل إلى أسئلة أعي كتابة العبارات بعد تصويب ما جاء بها من أخطاء. جميع الوسائل منع الحمل التي تستخدمها المرأة لا يحدث معها تكوين بويضة عدد لولب. السؤال غريب، اللي بيحصل في كل وسائل منع الحمل ولكن ما يحصلش مع اللولب تكوين جديد. اللولب بيحصل تكوين جنين، اما الوسائل الثانيه ما فيش جنين بيتكون. اذا هو في جنين في زيجوت بيتكون، بيحصل اخصاب، وطبعا لما بيحصل اخصاب في بدايه قناه ذالب وتبدا تمر بطور التفلج او اطوار التفلج لغايه الزيجوت ده ما يوصل الى طور التوتي، يجي ينغمس في بطانه الرحم يلاقي اللولب مالي مكانه، خلاص ما ينفعش يقعد، يروح مطرود الجنين ده او الزيجوت ده. يبقى هنا الاجابه تكوين الزيجوت، الاجابه تكوين زيجوت. السؤال رقم 2، الهرمون الذي يزيد افرازه عند اكتمال نضج البويضه. الهرمون اللي بيفرز بكثره لما البويضه تنضج داخل حويصل الجلاف، هل هو الاستروجين؟ لا طبعا، اللي هيزيد افرازه لما عند اكتمال نضج البويضه يبقى البروجسترون. البويضة نضجت يا جماعة. السؤال بعد كده رقم 3، الشهور الثلاثة الأولى من الحمل يبدأ تكوين الجهاز العظمي. طبعا لا، الثلاثة الوسطى وليست الأولى أو الشهور الثلاثة الثانية. بعد كده عندنا في أعد كتابة العبارات هناخد السؤال، الخلايا البينية مالها جيم؟ جيم يعني إيه؟ توجد بين الأنابيب المنوية. خلايا سيرتولي واو يعتقد أن لها وظيفة مناعية. خلايا أمهات المني ها تمتلئ بالغذاء مكونة خلايا منوية أولية. خلايا بيضية ثانوية ألف تنطلق من حويصلة جراف في بداية التبويض. فعلا اللي هتنطلق من حويصلة جراف في بداية التبويض اللي هي خلايا بيضية أولية، بعد كده هتتحول إلى خلايا بيضية ثانوية، وبعد كده هتتحول إلى خلايا بيضية أو بويضة ناضجة. الجزء الغدي من الغدة النخامية، الإجابة باء، يفرز هرمون أو يفرز هرمون مسؤول عن تكوين الحيوانات المنوية اللي هو هرمونات اللي هي الجنسية اللي تفرزها سواء FSH أو غيره. السؤال التالي بعد كده، علل البويضات الثدييات قليلة العدد. البويضات فعلا في الثدييات عددها قليل بالنسبة لباقي الثدييات، لأن الثدييات نظرا لما تتلقاه الأبناء من رعاية الأبوين وتصل هذه الرعاية أقصاها في الإنسان الذي يحتاج وليده إلى سنوات طوال من التربية والحماية نظرا لتقدم عقله وتميز ذاته التي حباها الله وميزه على سائر المخلوقات. يبقى عشان الجنين بيلاقي رعاية كاملة، رعاية كاملة في الحالة دي يا جماعة، يبقى أنا مش محتاج أدي بويضات كتير. البويضات اللي هتتخصب هتدي جنين، والجنين ده يتم الرعاية به رعاية ليس لها حدود. في الثدييات اقل الرعايه دي اقل بكثير جدا، ده بالاضافه طبعا ان المخاطر بتاعه البيئه هتبقى اقل شويه لان ده كائن متقدم والاعداء الطبيعيه اقل. ما قلتش ما فيش، بقول فيه، ولكن اقل عن الحشرات او غير او الاوليات او غيره. فعشان كده الفاقد قليل فالبويضات عددها قليل، والا بقى كانت الثدييات تغطي سطح الارض. يبقى الاجابه هنا لان الثدييات نظرا لما تتلقاها من رعايه للأبناء طبعا رعاية الأبوين للأبناء وتصل هذه الرعاية أقصاها في الإنسان الذي يحتاج وليده إلى سنوات طوال من التربية والحماية نظرا لتقدم عمره. السؤال التالي بعد كده، من مكونات الخصية خلايا سيرتولي. أو السؤال ليه صيغ مختلفة، خلايا سيرتولي، الخلايا البينية، عفوا الخلايا الجرثومية الأمية. أقول وظيفة الخلية، هو بيسالني على خلايا سيرتولي، اقول له لان خلايا سيرتولي السائل يعمل على تغذيه الحيوانات المنويه داخل الخصيه ويعتقد ان لها وظيفه مناعيه ايضا. ممكن السؤال يتغير يقول لي من مكونات الجهاز التناسلي الذكري هو الحويصله المنويه، بتفرز سائل سكري يحتوي على سكر الفركتوز لتغذيه الحيوانات المنويه، من مكونات وهكذا. يعني تتعدد الاسئله والاجابه، اقول وظيفه الحاجه اللي هو بيسالني عنها. بعض النساء يحدث لها طمس رغم ان المبيضين لم يكون اي بويضات. معقوله ازاي يا استاذ محمد يبقى عندها طمس وهي اساسا ما كونتش بويضه؟ سؤال يحتاج التفكير، وذلك الاجابه، وذلك في حاله استخدام اقراص مانع الحمل. ليه؟ لان هذه الاقراص بتحتوي على هرمونات صناعيه تشبه الاستروجين والبروجسترون
يبدأ استخدامها بعد انتهاء الطمس ولمدة 3 أسابيع. تمنع هذه الحبوب عملية التبويض، يعني هي بتهيئ حالة هرمونية تماما، الرحم يعمل بطانته وكل حاجة تمام، بس مفيش بويضات تقدر تطلع، لأن أنا بضحك على المبيضين، بقول للمبيض ده لو سمحت ما تنتجش بويضات، المبيض التاني شغال، وبقول للمبيض التاني ما تشتغلش، الاولاني شغال. طب انت بتضحك عليه ازاي؟ بحط هرمونات في جسم المراه اللي هي الاستروجين والبروجستيرون او هرمونات تشبهها، فبتخلي دي بتوقف التبويض وفي نفس الوقت بتخلي الرحم يشتغل عادي. السؤال بعد كده رقم 4، تشابه بعض التوائم في الشكل والجنس واختلاف البعض الاخر، ده بيرجع لايه؟ بالنسبه للتوائم المتشابهه في الشكل والجنس تكون متماثله حيث نشأت من بويضة واحدة قصبت بحيوان منوي ولذلك منوي واحد، لذلك فإن المادة الوراثية مالها واحدة لكل منهما، يعني نفس الجنين هو هي بويضة قصبت بحيوان منوي واحد، مادة وراثية واحد، وأثناء عملية التفلج انقسمت إلى كتلتين خلويتين، بينما في التوائم المتآخية بيكونوا بويضتين قصبة بحيوانين منويين، يعني المادة الوراثية بتاع الجنين ده غير ده خالص، فممكن يتشابهوا جنسا أو يختلفوا، لكن أكيد هم مختلفين في الشكل طبعا عن بعض، هم عبارة عن أخين بس اتولدوا في وقت واحد، ده بالنسبة للتوائم المختلفة. هننتقل بعد ذلك إلى السؤال رقم 5، زراعة الأنوية في الضفادع غيرت ما فيه بعض العلماء، ليه؟ أولا لأن زراعة الأنوية أو التنوية عامة تعتمد على إزالة الأنوية من خلايا أجنة وذلك في مراحل مختلفة من النمو، ثم تمت زراعة هذه الأنوية في بويضة غير مخصبة سبقت زراعتها نزع أنويتها عفوا أو تحطيمها بالإشعاع، فمضت كل منها في النمو العادي إلى أفراد ينتمون إلى صفات الأنوية المزروعة، وبالتالي لب الإجابة بقى جاي، اللي جاي هو ثبت، ده لب الإجابة اللي غير مفاهيم العلماء، ثبت من ذلك أن النواة التي جاءت من خلية من جنين متقدم لا تختلف في قدراتها على توجيه نمو الجنين عن نواة اللاقحة نفسها. السؤال التالي رقم 6، يفرز هرمون المحوصل FSH كلما توقف المبيض عن العمل، بمجرد ما المبيض ده وقف يبدأ FSH يزيد إفرازه من الغدة النخامية، ليه بقى؟ لأنه يحفز المبيض الآخر لإنضاج حوصلة جراف المحتوي على البويضة، ويستغرق نمو حوصلة جراف حوالي 10 أيام تقوم الحوصلة بإفراز هرمون الاستروجين بعد ذلك عشان تعمل على إنماء بطانة الرحم. الصورة رقم 7، لا تعيش الحيوانات المنوية إلا في وسط غذائي، ما ينفعش أجيب حيوان منوي أخصبه للبويضة برا إلا لما يكون هو في وسط غذائي، لأن الحيوان المنوي ببساطة جدا يا جماعة ببساطة لا تختزن الغذاء، ما هي لو شالت غذاء هتتقل ولو تقلت مش هتقدر تمشي رحلتها من الخصية لغاية ما تروح للبويضة، طريق طويل جدا بالنسبة للحيوان المنوي الذي لا يتعدى حجمه قطره أو حجمه كده الميكرومترات، حاجات بسيطة جدا، فعشان يروح للبويضة ويقطع المشوار ده كله لازم يبقى حجمه صغير ومستضاق. الإجابة بصورة نموذجية لأنها لا تختزن الغذاء مثل البويضة، وذلك لأنها متحركة فيلزم أن يكون حجمها صغير ولكن تحتاج إلى غذاء لإمدادها بالطاقة، طب الغذاء ده بتاخده من طول الطريق، جوه الخصية تاخد من خلايا السبتولي، بره الخصية تاخد من الحويصلة المنوية. السؤال بعد كده رقم 8، نمو خملات إصبعية الشكل من سطح غشاء السولي، إيه فايدة الخملات دي؟ كي تنغمس هذه الخملات داخل بطانة الرحم وتتلامس فيها الشعيرات الدموية لكل من الجنين والأم، وتسمى مكونة ما يعرف بالمشيمة، مكونة ما يعرف بإيه أساتذة أو يا دكاترة؟ المشيمة، والتي تعمل على نقل المواد الغذائية المهضومة اللي هي المشيمة دي والماء والأكسجين والفيتامينات من دم الأم إلى دم الجنين بالانتشار، وتخلص الجنين من المواد الإخراجية دون أن يختلط دم الأم ودم الجنين، كما أنها تقوم بإفراز هرمون البروجستيرون من بدء الشهر الرابع حتى نهاية الحمل. السؤال رقم 9، المشيمة سلاح ذو حدين، فعلا المشيمة اللي لسه متكلمين عنها سلاح ذو حدين، يبقى ليها وجه نافع ووجه ضار. الوجه النافع بيتمثل في نقل المواد الغذائية المهضومة والماء والأكسجين والفيتامينات من دم الأم إلى دم الجنين بالانتشار، وتخلص الجنين من المواد الإخراجية دون أن يختلط دم الأم ودم الجنين، كما أنها تقوم بإفراز هرمون البروجسترون بدءا من الشهر الرابع حتى نهاية الحمل. أما الوجه الضار أن المشيمة تقوم بنقل العقاقير والمواد الضارة مثل الكحول والنيكوتين
والفيروسات من دم الأم إلى دم الجنين. يعني لو الست أصابت بفيروس ممكن، أنا ما قلتش مش لازم، ينتقل للجنين. الست بتشرب مخدرات، بتشرب سجاير، بتشرب كحوليات، أكيد هتنتقل للجنين وتسبب له إيه؟ نكمل، مما يسبب له أضرار بالغة وتشوهات وأمراض، وبالتالي تحدث تشوهات للجنين إذا تعاطت الأم الحامل بعض هذه العقاقير. السؤال رقم 10، نقص البروجسترون أثناء الحمل يؤدي إلى الإجهاض. الإجهاض هنا بالضاد مش بالدال، إجهاض بالدال ده الإجهاد العضلي، لكن هنا الإجهاض يعني أن الطفل هينزل. ليه؟ بنقول يا جماعة لأن البروجسترون يحافظ على بطانة الرحم ويعمل على تماسكها أثناء الحمل، وبالتالي نقص هرمون البروجسترون يؤدي إلى تفكك بطانة الرحم وتساقطها مما يسبب الإجهاض. السؤال بعد كده ننتقل إلى أسئلة ماذا يحدث عند عدم مرور الحيوانات المنوية بمرحلة التشكل النهائي. طبعا الحيوان المنوي بيمر بمرحلة الضعف ثم النمو والنضج وأخيرا التشكل النهائي. في التشكل النهائي بيتحول الخلايا المنوية أو الطلائع المنوية إلى حيوانات منوية، يصطدق ويطلع لها ديل وكده. ليه يا عم ده كله؟ عشان تقدر تتحرك وتروح للبويضة. طب لو الحيوانات المنوية ما حصلش الكلام ده، ما تحولتش، أو الطلائع المنوية ما تحولتش لحيوانات منوية، تظل الخلايا الناتجة في صورة طلائع منوية ليس لها القدرة على الحركة وإخصاب البويضة، ويصبح هذا الرجل عقيم. طالما الحيوانات المنوية بتاعته ما بتتحولش إلى، أو الطلائع المنوية ما تحولش إلى حيوانات منوية. السؤال التالي بعد كده، إذا كانت بويضات أنثى الإنسان عديمة المح، عديمة ما فيهاش مح خالص، هو قال لي في الأول إن الثدييات بتتميز إن البويضة قليلة المح، شحيحة المح يعني، هو قال لي كده، شحيحة يعني مح قليل ولا ما فيش؟ لا في، بس قليل جدا. ليه؟ عشان يخلي البويضة بعد الإخصاب تتحول وتتفلج لغاية ما تصل إلى طول التوتية وتنغمس. لو ما فيهاش مح مش ما يبقاش فيه طاقة، ما فيش غذاء، المح ده الغذاء بتاع الجنين. طيب الإجابة هنا هتبقى إيه؟ الإجابة طبعا إذا حدث إخصاب البويضة يموت الجنين، لأنه لن يستطيع الحصول على غذائه في المراحل الأولى حتى تكون الطور التوتية والتي تنغمس في بطانة الرحم لتحصل على غذاء. يعني بعد ما تتحول للتوتية وتنغمس خلاص هتحصل غذاء بقى من الشعرات الدموية اللي في بطانة الرحم. طيب لغاية ما تصل للتوتية فمحتاجة شوية غذاء، فهي بتبقى شحيحة المح شوية. السؤال التالي بعد كده رقم 3، وصول الحيوانات من قناة فالو في اليوم العاشر من بدء الطمس. أنا عارف ما هتروح ما في اليوم الأول الثاني الثالث الرابع لغاية اليوم الـ13 البويضة لسه ما طلعتش، فالحيوانات المنوية هتموت لأن عمرها من يومين لثلاثة، عمر الحيوان المنوي من يومين، فراحت يوم 10 11 9 8 هتتحلل وتموت الحيوانات المنوية، وبالتالي ما تعملش إخصاب وما فيش جنين يتكون. الإجابة يبدأ طبعا بصورة نموذجية تموت الحيوانات المنوية لأن البويضة لم تكن قد انطلقت من المبيض. السؤال رقم 4 بعد كده، وصول الجنين إلى الشهر 9 من الحمل. أول ما يصل إلى الجنين الشهر يبدأ تفكك المشيمة ويقل البروجسترون ويقل تمسك الجنين بالرحم استعدادا للولادة، ثم يبدأ المخاط بانقباض عضلات الرحم بشكل متتابع مما يدفع الجنين إلى خارج، ويبدأ بصرخة يعمل على أثرها جهازه التنفسي، ثم تنفصل المشيمة كمان، طبعا هتنفصل المشيمة من جدار الرحم وتطرد للخارج، ثم يتم قطع الحبل السري بعد ذلك من جهة المولود. 5، ماذا يحدث لكل من البويضة والمبيض والرحم في حالة، هنا بقى احنا ندرس السؤال ده بصيغتين، في حالة حدوث إخصاب وفي حالة عدم حدوث إخصاب. ناخد الأولاني، يعني انا السؤال ده نقوله بصيغتين، البويضة لو حصل إخصاب هيحصل لها ايه؟ هتتحول إلى زيوت وتبدأ في عملية التفلج، وده بيحدث في بدايه قناه فالو. طب والمبيض؟ يستمر المبيض في افراز هرمون البروجسترون ده اللي حصل اخصاب لغايه الشهر الرابع من داخل الجسم الاصفر طبعا اللي موجود داخل المبيض. طيب الرحم يزداد سمك بطانه الرحم ويبدا ان هو يتهيا لكي تنغمس في طور التوتيه، ده لو حصل اخصاب. اما السؤال اللي قصادي ده بيقول لي مفيش اخصاب، ايه اللي هيحصل يعني؟ تعالوا نشوف كده بالنسبه لكل حاجه. بالنسبه للبويضه نفسها فان الانقسام الميوزي الثاني لن يستكمل وتتحلل البويضه. طب بالنسبه للمبيض يبدا الجسم الاصفر اللي موجود جوه المبيض في الضمور تدريجي، وبالتالي يقل افراز هرمون البروجسترون والاستروجين. السؤال بعد كده بالنسبه للرحم
يؤدي ذلك الى تهدم بطانه الرحم في حاله عدم حدوث افصار وتمزق الشعيرات الدمويه بسبب انقباض الرحم، مما يؤدي الى خروج الدم فيما يسمى بالطمس. طالما البروجسترون هيقل من جسم الاصفر البطانه هتتساقط. ننتقل بعد ذلك الى اسئله المقارنات. اول سؤال عندنا قارن بين الجسم القمي والجسم الاصفر من حيث الموقع والوظيفه. الجسم القمي يوجد في مقدمة رؤوس الحيوانات المنوية، أما الجسم الأصفر يوجد في مبيض أنثى الإنسان. الوظيفة: الجسم الأصفر القمي يفرز إنزيم الهيالورينيز الذي يعمل على إذابة جزء من غلاف البويضة لكي يدخل من خلاله الحيوان المنوي، يبقى هو يدوب لي جزء من غلاف البويضة لحدوث عملية الإخصاء. الجسم الأصفر وظيفته يفرز هرمون البروجسترون والذي يعمل على إنماء أو زيادة سمك بطانة الرحم، زيادة سمك بطانة الرحم خلاص، وبعد كده لغاية ما المشيمة تتكون، يعني بيستمر إفراز البروجسترون من جسم الأصفر لغاية الشهر الرابع. السؤال التالي بعد كده: حويصلة جلاف والحويصلة المنوية. حويصلة جلاف توجد في مبيض أنثى الإنسان في طور الإنضاج، أما الحويصلة المنوية دي موجودة باستمرار من ساعة ما الطفل يتكون، بتفتح في الوعاء الناقل في الجهاز التناسلي الذكري للإنسان. الوظيفة بتعمل على إنضاج بالنسبة لحويصلة الجلاف بعد إنضاج البويضة بداخلها، بتقوم بإفراز هرمون الاستروجين الذي يعمل على إنماء بطانة الرحم. أما بالنسبة للحويصلة المنوية بتقوم بإفراز سكر الفركتوز وسائل مغذي للحيوانات المنوية.